ألا تلاحظون أنه أدعية الكرب كلها فيها توحيد؟ صح؟ إيش دعاء الكرب؟ أصح دعاء في الكرب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أيوة حديث ابن عباس، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طب وين فرج كربي؟ وكأن تحقيق التوحيد يبدد كل ما يكون من موجبات العقوبة وموجبات البر. فإذا قلتها من صميم قلبك كأنك تحرق الكربات حرقا، أو تحرق أسبابها حرقا. ها؟ وإيش دعاء الكرب الثاني في السنن سنة أبي داود؟ حديث أسماء، ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وماذا قال يونس في الكرب؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل توحيد، أدعية الكرب كل توحيد. ومن هنا تدرك قيمة هذه الكلمة وقيمة تحقيق التوحيد وقيمة ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى وعلاقتها بتفريج الكربات وعلاقة الكربات بالذنوب، أو يعني هذا واحد من أسبابها، واحد من